وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلي من العاصمة البلجيكية عبر خدمة سكايب موفد قناة يو اي تي في إلى هناك الزميل صفوان جولاق. صفوان أهلا بك، دعني في البداية أتعرف معك على موقف الشارع الأوروبي عموما والبلجيكي خصوصا بخصوص إلغاء التأشيرة الأوروبية مع أوكرانيا. شكرا لك محمد، دعني أبدأ بالتهنئة لقناة يو اي تي في للشعب الأوكراني ولأوكرانيا عموما بهذا الحدث الذي هو بالفعل تاريخي، ليس فقط بالنسبة لأوكرانيا والأوكرانيين ولكن بالنسبة أيضا للأوروبيين، للقارة الأوروبية، للاتحاد الأوروبي وللبلجيكيين هنا في أوكرانيا. خلال الأيام القليلة الماضية تحدثت في الشارع إلى مواطنين بلجيكيين وتحدثت إليهم خاصة حول مبنى المفوضية الأوروبية. هم سعيدون جدا لأن أوكرانيا قطعت أشواطا كبيرة على طريق الإصلاحات ووضعت قدما أولى في الاتحاد الأوروبي عمليا بعد سنوات كثيرة مرت دون جدوى، والحديث هنا يدور عن الفترة البرتقالية التي كانت غربية التوجه ولكنها انتهت من حيث بدأت دون نتائج ملموسة. أوكرانيا خلال السنوات والأعوام القليلة الماضية بعد بداية أزمتها وفي ظل أزمتها قطعت أشواطا كبيرة، وهذا رأي الشارع البلجيكي، قطعت أشواطا كبيرة على طريق الإصلاحات في المجالات السياسية والاقتصادية والقضائية وأخرى. هذا الأمر الذي مكنها من كسب ثقة الأوروبيين المسؤولين الأوروبيين، وانتهى الأمر بإجراء أو قرار تاريخي بالفعل بالنسبة للجميع، وهو نعم نظام التأشيرة الذي سيدخل قريبا حيز التنفيذ. نعم. نعم، دعني أتعرف عليك، مع هل هناك مخاوف من هذا التقارب مع أوكرانيا، خاصة وأن الدعاية الروسية تنقل الكثير من المغالطات حول الواقع الأوكراني؟ حقيقة الدعاية الروسية قوية وقوية جدا هنا في بروكسل وفي دول أوروبية أخرى، ولكن دعني أشير إلى أن الأهم من هذا أو الأمر العملي الذي اتخذه الأوروبيون هو وضع ضوابط لنظام إلغاء التأشيرة. هذه الضوابط التي يجب على أوكرانيا أن تلتزم بها، ولكن حتى بالنسبة لأولئك الذين يخافون أو يتخوفون من تبعات سلبية لهذا الإجراء، هنالك حقيقة هذا أمر منطقي، وهذا الأمر موجود حتى بالنسبة لدول هي أصلا أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي هذا الأمر ليس مهما كثيرا. المخاوف موجودة، هذه المخاوف يجب أن تدفع أوكرانيا نحو مزيد من الإصلاح، مزيد من تطبيق المعايير الاتحاد الأوروبي، وهذا بالنسبة للأوروبيين باعتقادي وباعتقاد كثير منهم كاف لكي تكون أوكرانيا أو لتحافظ أوكرانيا على مكان أقرب من الاتحاد الأوروبي، من معايير الاتحاد الأوروبي، وتنتهي وينتهي الأمر بها إلى التكامل الكامل والعضوية في الاتحاد. نعم، أمس كان وقع الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو على حظر العديد من المواقع الروسية منها مواقع التواصل الاجتماعي، كان هناك دعم أوروبي رسمي، هل لمست هذا الدعم أيضا من قبل الشارع الأوروبي؟ حقيقة لمسته بقوة عندما تحدثت إلى العامة هنا في الاتحاد الأوروبي، وعندما حدثتهم بلغتي الضعيفة بالإنجليزية، عندما تحدثت معهم حول أوكرانيا وأنني جئت من أوكرانيا وأن أوكرانيا في أزمة وأنها تريد التكامل مع الاتحاد الأوروبي، حتى العامة، أنا لا أتحدث الآن عن رأي المسؤولين، حتى العامة يؤكدون على أنهم يقفون إلى جانب أوكرانيا، وأنهم يعتبرون أن ما يحدث في روسيا أو ما يحدث في أوكرانيا هو عدوان روسي، ويقولون ويرفعون الأيدي بهذا الشكل ويقولون نحن معكم وسنستمر. طبعا هم يتحدثون عن خطوات أخرى بعيدة عن ما يريده المسؤولون، المسؤولون يتحدثون فقط عن العقوبات، ويبدو أنهم ملتزمون بفرض هذه العقوبات على موسكو حتى تنهي عدوانها، تعيد القرم وتنهي احتلال إقليم الدنباس في شرق أوكرانيا. نعم، شكرا لك صفوان على كل هذه التوضيحات، كنت معنا عبر خدمة سكايب من العاصمة البلجيكية بروكسل. كان معنا الزميل صفوان جولاق موفد قناة يو اي تي في إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، ونواصل النشرة وفيها كالتالي.